وللحديث أكثر عن الموضوع يلتحق معنا مباشرة عبر الهاتف رئيس الوفد الاقتصادي الجزائري للقاء إفريقيا 2018 السيد رسيم بن غانم. أهلا بكم سيدي. أهلا. إذن لو تحدثنا عن مشاركة الجزائر من خلال هذه الدورة الثالثة من لقاءات إفريقيا 2018 والهدف من هذه المشاركة. شكرا. الجزائر تشارك بوفد قوي، وفد يتكون من 20 شركة جزائرية من العديد القطاعات، منهم الصحة، الصناعة الغذائية والفلاحة والصناعة الميكانيكية والباتيمون، دونك بي تي بي انفراستركتور. الجزائر هي ضيف شرف من ضمن البلدان اللي ضيف شرف لهذه الطبعة الثالثة، وحاليا الشركات الجزائرية راح قائمة بمحادثات بلقاءات أعمال بين شركاء الأفارقة وبعض شركاء الأوروبيين لكي نروج بالمنتوج الجزائري ليحضن بحماس من طرف العملاء الأفارقة وبعض القطاعات بيبليك. دونك هنالك مؤسسات غوفرنمونتال حكوميه في مجال الصحه على سبيل المثال، اللي حابين انهم يتعاملوا مع الشركاء الجزائريين. طيب سيد رسيم غانم، تعودنا على يعني اقتحام المؤسسات الفرنسيه واستثمارها بالجزائر، لكن يحدث العكس بالنسبه للمؤسسات الجزائريه من حيث الاستثمار بفرنسا، ربما من خلال هذا اللقاء يعني الثالث او الدوره الثالثه من لقاءات افريقيا 2018 ستكون ربما لما لا ستكون المؤسسات الجزائرية من الآن وصاعد مستثمرة بفرنسا. أكيد طموح الشركات الجزائريين أنهم يخرجوا من الديار، يخرجوا من السوق الجزائرية لكي يستثمرون ويدخلوا الأسواق الخارجية. والحضور في مثل هذه المحاضرات ومثل هذه اللقاءات الأعمال يخلي الجزائريين أنهم يكونوا مع اتصال مع عملاء أجانب. وحقيقة أن الجزائريين اللي حاضرين على سبيل المثال في هذا اللقاء هم كلهم شركات ذات قدرة أنهم يستثمروا في أسواق خارجية. وأن أنا أظن أنها فرصة جيدة للجزائر، أولا أنها تروج بالقدرات الاقتصادية ديالها، وثانيا منح فرصة للعملاء الاقتصاديين الجزائريين أنهم يدخلون أسواق خارجية. طيب نشكرك جزيلا.